السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج اسمه بيوند تيبيكالز، ده تبع برنامج بيوند كادز. هنشوف مع بعض ازاي نصمم الطريق بالشكل دوت. زي ما انت شايف كل حاجة بتعمل عليها سيلكت، بيبدأ يجيب لك المعلومات بتاعتها، الويتس وتعدل اوتوماتيك، وممكن حتى تعدلها من هنا، وممكن تشوف ايه الحاجة اللي انت عايزها تبقى موجودة. مثلا عايزها فاضية، عايزها تبقى فيها ناس بتمشي، عايزة في ناس مثلا بالشكل دوت. التكتشر تقدر تغير السرعة، ممكن تخليهم أسرع أو أبطأ زي ما أنت عايز، ممكن تخليه يمشي في الاتجاه العكسي، ممكن تخلي فيه ليبل أو لأ بالشكل دوت. ممكن تقول له أنا عايز الليبل هاي تطلع وتنزل زي ما أنت عايز، وممكن تعملها ريموف او ممكن تعملها دوبليكيت بالشكل دوت. وهنا الكاميرا تقدر تقرب وتعمل تبعد. عندي برضو اختيار اللي هو فري، ان انت براحتك خالص، او ممكن اوربت يبدأ هو يلف بالشكل دوت، او ممكن بان وتقدر تخليها ريليتيف للكاميرا او للورلد. الاوربت هتقدر تغير الديستنس اهوت، الانجل بتاعتها، الاوربت سبيد بالشكل دوت، البان هتخليها اب رايت باك داون زي ما انت عايز. طيب هنجي هنا على السكشن. السكشن هنا نقدر نضيف اي سكشن احنا عايزينه زي ما انت شايف، وكل واحد من دول لو عملت عليه سيلكت هيجيب لك كل الخصائص اللي انت عايزها. ممكن نختار دوت نخليه في الحرف هنا، ممكن نختار ان كان في مثلا ريل هوت، ونشوف ازاي نتحكم في الكات لاين اللي هنا. ممكن نخلي كأن في مية الناحية دي. طيب في دي عندي أشكال جاهزة، مجرد تدوس عليها هيلغي كل دوت وياخد الشكل اللي موجود هنا. ده عندي هنا اختيارات الرندر، وده الفولدر اللي هو بيصدر ليه. مجرد تقول له إن أنا عايز صورة أو عايز فيديو، وليك إن أنت تتحكم في الجودة، الكواليتي بتاعت الصورة 4K حاجة جودة عالية، الريزوليوشن الكام فريم في الثانية لو أنت هتصدر فيديو، الفيديو كواليتي بتاعتك، السيتنج هتصدر معاها الألفا ولا لأ، الانفايرومنت فتقدر تغير اللون بتاع المكان، التايم اوف داي تخليه الصبح بدري او كذا، فده بيتحكم في الاضاءه بتاعت الشمس والزرار. عندي هنا الاعدادات، ممكن تقول له الفيسابيليتي بتاعت الكليبنج اللي احنا اتكلمنا عليها، يعمل قطع ولا لا، الترافيك ممكن تروح موقفه لثواني كده، وممكن تتحكم في السرعة. ممكن بقى نتحكم في ان احنا نخلي فيه بلو برينت بالشكل دوت، ونقدر نتحكم في اللاينز والبيبر الشفافية بتاعتها والسكيلز بتاعتها، كروس هاتش، بلو برينت بين بالشكل دوت. فدي اهم الاعدادات في البرنامج.